أهلا بحضراتكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المعاناة الإنسانية ل 2,300,000 فلسطيني، عمليات التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه، والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الجنوب من استهداف، من قتل للمدنيين بلغت 23,000، ثلثهم من الأطفال والنساء، أمر يتعدى أي مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني، ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني. نعمل بكل جهد على توفير المساعدات، نؤكد على الرفض التام للإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير، وأيضا نرى أنه ضرورة وقف إطلاق النار أصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الأزمة. كما حذر وزير الخارجية سامح شكري من خطورة توسع رقعة الصراع وانتقال أثره المدمر على شعوب المنطقة، وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع ألمانيا. هذه المرحلة تحتاج مزيد من التنسيق ومزيد من التشاور ومزيد من العمل المشترك، ونثق أنه هناك مواضع كثيرة نتفق حولها نستطيع أن ننطلق من خلالها إلى تحقيق ما نصبو إليه من سلام واستقرار وعدم توسيع رقعة. ومعالي الوزيرة تحدثت عن المخاطر المتصلة بتوسيع رقعة هذا الصراع، ونحذر الجميع من أنه ربما هناك من يتوهم أن توسيع رقعة الصراع قد تكون له مفيدة من النواحي السياسية، ويغفل تماما الأثر المدمر على شعوب المنطقة. فهذه الأمور يجب أن نراعيها كافة، وتطلع إلى أيضا التعاون المستمر مع الوزيرة ومع ألمانيا. وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن استمرار الاحتلال يعد من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة، وشدد شكري على ضرورة التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن جميع شعوب المنطقة، وأيضا تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. استمرار الاحتلال بدون شك من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة، ولابد من التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن لجميع شعوب المنطقة، وأيضا تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن القلق من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما أكدت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر حيث تتسع رقعة هذا الصراع. لا نريد أن يحدث ذلك، وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية. العديد من الأبرياء في غزة يعانون. كما أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك رفض التام لتهجير الفلسطينيين، وشددت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري على رفض فكرة تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر. أقولها بوضوح، لن نقبل التهجير، لن نقبله في الضفة الغربية، لن نقبله في غزة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة،
ويجب ألا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر، لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية. يجب أن نعمل سويا نحن مصر وألمانيا سويا من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين. أؤكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين، لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية. هذا هو مسؤولية، هذه هي مسؤولية مشتركة. هذا وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته الألمانية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وألمانيا في مختلف جوانب القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري وافانا بهذه الرسالة من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. المؤتمر الصحفي الأول في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذه التصريحات التي خرجت اليوم عن هذا المؤتمر التي تخص بشكل أساسي ورئيسي القضية الفلسطينية وما يحدث على الساحة الآن والاعتداءات الغاشمة لقوات الاحتلال على سكان قطاع غزة. نتحدث في البداية عن التأكيدات المصرية من الجانب المصري على حل الدولتين وبالطبع وقف الاعتداء المباشر على الشعب الفلسطيني، وكان هناك بالطبع عدد من الأسئلة للسادة الوزراء، ولكن كان من أهم هذه النقاشات هي العزاء الكامل لجميع الضحايا في الشعب الفلسطيني والشهداء هناك، وتحديدا الشهداء الصحفيين الذي تعدت أرقامهم أكثر من 107 شهيد حتى الآن من الصحفيين. كان هناك تضامن كبير من الدولة المصرية وأيضا من الدولة الألمانية حول تعزية السادة الصحفيين وأيضا ذويهم في استشهادهم خلال الأحداث في الفترة السابقة. من أهم أيضا ما طرحه في هذا المؤتمر الصحفي اليوم هو آليات جديدة لإدخال أو سرعة وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وآليات جديدة لفتح معابر أخرى بجانب معبر كرم أبو سالم ومعبر نتسانيا الذي كان في الأساس يدخل من خلاله المساعدات في بداية الأحداث، ثم بعد ذلك تم فتح معبر كرم أبو سالم، ولكن هناك مناشدات كبيرة لدخول معابر أخرى في الخدمة لدخول شاحنات أكثر للأشقاء في فلسطين. تم التأكيد بشكل مباشر من الدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية وإقامة حل الدولتين. أما الجانب الآخر الجانب الألماني الذي تحدث أيضا عن دعمه للجانب الإسرائيلي، ولكن أيضا من أهم ما قاله هو التضامن مع مصر، ووجه الشكر أيضا لمصر على ما يتم هناك في العريش ورفعه. ستتحرك أيضا بعد هذه الزيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى رفح والعريش لرؤية ما يحدث على أرض الواقع من المنظمات المختلفة ومن الهلال الأحمر المصري، وآخر بالطبع التحركات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك فرصا أمام إسرائيل لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد الأزمة الراهنة في غزة. وخلال اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تل أبيب، شدد بلينكن على ضرورة تجاوز المرحلة الحالية والتأكد من عدم إمكانية تكرار أحداث 7 أكتوبر، مع العمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل في منطقة الشرق الأوسط. كان بلينكن قد التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، والذي انتقد جنوب إفريقيا بسبب إقامتها دعوة محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية، جددت مصر اليوم على لسان وزير الخارجية رسائلها بشأن الوضع في غزة وأيضا محددات الخاصة بحل الأزمة. ما هو أهم ما استوقفك في المؤتمر الصحفي للوزير شكري اليوم؟ طبعا مصر الحقيقة
بتهتم جدا جدا بإبقاء أهل غزة في أرضها، لأن هدف إسرائيل في النزوح من غزة إلى سيناء تصفية القضية الفلسطينية، فمصر تحافظ على القضية الفلسطينية وتحافظ على أرض شعب فلسطين لكي تقام الدولة على هذه الأرض. نزوح الفلسطينيين إلى الأرض المصرية ينهي القضية الفلسطينية، وهذا أمر لا تريده مصر. من ناحية أخرى، مصر تقدم مساعدات طويلة عريضة بالنسبة لأبناء غزة من خلال الهلال الأحمر المصري ومن خلال المجتمع المدني. هذا يعني واضح جدا أن حوالي أكثر من 70% من المساعدات التي تذهب إلى غزة من مصر. يعني العالم كله يقدم مساعدات لأهل غزة، ولكن مصر تقدم حوالي 70% أو أكثر من هذه المساعدات. فمصر حريصة جدا على مساعدة أهل غزة على البقاء على أرضهم للحفاظ على القضية الفلسطينية ولإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. نعم. بالأمس كانت هناك قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني. كيف ترى مستوى التنسيق المصري الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الحرب وإطلاق حل الدولتين؟ المقابلات مع الرئيس محمود عباس مقابلة هامة جدا، لأن يعني لقراءة أفكاره حول ما يحاك ضد غزة من مؤامرات، لأنه الآن يراد أن تكون غزة خالية من أهلها، وأيضا أن تكون الإدارة غير فلسطينية، ومصر تعارض ذلك وتريد أن تكون الإدارة فلسطينية، وتريد أن تكون أهل غزة موجودين مسؤولين عن دولتهم تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية، وتؤيد حياة وتسعى لتطبيق مبدأ حل دولتين. نعم. نعم، يعني تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن هناك فرصا أمام إسرائيل لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد الأزمة الراهنة في غزة، ما هي الرسائل التي يقصدها أنتوني بلينكن، وما هي الفرص التي يتحدث عنها؟ يتحدث عن فرص أن إسرائيل تريد إقامة علاقات طيبة مع جيرانها، وهذا أمر غير طبيعي وغير سليم، لأن حتى الدول التي كانت ذهبت إلى التطبيع أعتقد الآن يعني وطرح لها أن التطبيع مسألة خيالية وليست طبيعية، وبالتالي فإن أن تقيم إسرائيل علاقات طيبة مع جيرانها لابد أن تعلن أنها توافق على حل دولتين، ولابد أن تعلن أنها على استعداد لإقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين. نعم. إذن ما الذي يحمله في جعبته أنتوني بلينكن في زيارته للمنطقة حاليا، ويعني هذه المباحثات التي عقدت في إسرائيل مع القيادات الإسرائيلية؟ طبعا هم يتشاورون عن ما تدعيه إسرائيل من استمرار الحرب، وما تدعي إسرائيل من القضاء على حماس بصفتها كما تقول أنها منظمة إرهابية وهكذا. فهذا الحديث يطول ومعقد، ووجهة نظر أمريكا أن الحرب يجب أن تتوقف ولا تستمر، وإسرائيل تريد أن تستمر هذه الحرب. فالمناقشات بينهم تدل على عدم وجود ثقة كاملة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، السيد إبراهيم شويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 23,210 شهداء، إضافة إلى 59,177 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 126 شهيداً و 241 إصابة، وفقاً لما وصل للمستشفيات فقط خلال 24 ساعة الماضية. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 126 فلسطينيا وإصابة 241 آخرين في 12 مجزرة لقوات الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة. على الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 9 من جنوده في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مع اقتراب العدوان الإسرائيلي من إتمام يومه 100، تتواصل جرائم الاحتلال المروعة ضد المدنيين الأبرياء والبنية التحتية في غزة. عدوان غاشم لم يفرق ولا يفرق في استهدافه بين رجل وامرأة ولا بين طفل وشيخ. عدوان استهدف البشر والحجر وحتى الزرع والحيوانات لم تسلم منه. وفي أحدث التطورات، أعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت 40 عنصراً من الفصائل الفلسطينية، وكشفت فتحة أنفاق في خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أعلن جيش الاحتلال مقتل 9 على الأقل من جنوده المتواجدين في غزة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. تأتي تلك التطورات في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن تل أبيب عازمة على إنهاء حكم حماس وردع ما وصفهم بالخصوم المدعومين من إيران. مسؤولون إسرائيليون قالوا إن الحرب تدخل مرحلة جديدة، حيث ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري أن منطقة وسط غزة وأنحاء مدينة خان يونس الجنوبية تشهد نشاطاً عملياتياً مكثفاً. وأشار هاجاري إلى أن قوات الاحتلال تخوض معارك صعبة في الوسط والجنوب، لافتاً إلى أن القتال سيستمر طوال عام 2024. وفي سياق آخر، تظاهر العشرات من الإسرائيليين أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة، واتهموا حكومة نتنياهو بالفشل. اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول إليه. اتسعت دائرة المعارك خارج قطاع غزة لتشمل حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوبا، وذلك بعد مداهمة منازلهم. وشملت حملة المداهمات 3 آخرين من مخيم الفوار جنوب الخليل، كما مزق جنود الاحتلال صورا ولافتات لشهداء من المخيم، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رام الله، ما أسفر عن اعتقال 4 فلسطينيين من قلقيلية ومداهمة عدة بلدات منها عزون وكفر قدوم شرقا وحبل جنوبا. هذا واستشهد أمس 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في ضاحية أكتابة شرق مدينة تول كرم.
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم. قال تشون كيسي منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة لمؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو، قال إن المنظمة تشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت. I'm in Al-Aqsa Hospital in the middle area of Gaza, the middle part of the Gaza Strip, in the emergency department where they're treating. أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة. يأتي هذا في إطار رد الحزب على مقتل القيادي وسام الطويل أمس. وذكر حزب الله أنه أطلق عددا من المسيرات الهجومية على المقر العسكري في مدينة صفد الذي استهدفه لأول مرة. ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باغتيال المسؤول البارز في حركة حماس حسن عكاشة. أضافت القناة الإسرائيلية أن عملية الاغتيال تمت على خلفية مسؤولية عكاشة عن إطلاق الصواريخ من سوريا على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وصرح الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على حسن عكاشة في بلدة بيت جن في سوريا، مضيفا أنه لن يسمح بإطلاق الصواريخ من سوريا على إسرائيل وسيواصل العمل ضد أي تهديد خارجي. صرح الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل، صرح أن هناك خطورة حقيقية من توسيع الحرب في قطاع غزة خارج نطاقها. شدد ميغيل على أن الأولوية هي الوصول لهدنة إنسانية عاجلة لوقف المعاناة والمأساة ووقف الحرب وخطورة توسيعها، مضيفا أن زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للمنطقة جوزيب بوريل مؤخرا تأتي في سياق تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد الراهن في فلسطين. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن قطاع غزة تقلص بمقدار الثلثين، وذلك بسبب الحرب الإسرائيلية والتحذيرات المتكررة بإخلاء مساحات واسعة من القطاع مع دخول الحرب شهرها الرابع. أوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين يفرون إلى مناطق تتقلص باستمرار في قطاع غزة مع طلب القوات الإسرائيلية نزوح سكان القطاع من المزيد من المناطق بزعم أنها غير آمنة. وتابعت الصحيفة أن النازحين بالمرحلة الأخيرة من عمليات الإخلاء يعانون من الارتباك والإرهاق بشكل أكبر من المراحل السابقة، حيث أصبحت أنظمة الإنترنت والاتصالات محدودة.
أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن مجموعة من عائلات المحتجزين لدى حماس حاولت إغلاق معبر كرم أبو سالم. هذا وقد أوقفت الشرطة المركبات التي تستقلها هذه العائلات الذين كانوا يعتزمون إغلاق معبر كرم أبو سالم باعتباره منطقة عسكرية مغلقة. وهددت العائلات بإغلاق المعبر احتجاجا على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما تحتجز حماس أقاربهم دون مساعدة طبية على حد قولهم. استقال الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكيلي من وزارتي الشتاء والمساواة الاجتماعية. يأتي هذا من أجل توفير المال العام، حيث يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إمكانية غلق بعض الوزارات الصغيرة تجنبا لأزمة في الائتلاف الحاكم. ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، في من المتوقع عقد اجتماع للحكومة الخميس القادم حول ميزانية عام 2024. ويسعى طاقم مقرب من نتنياهو إلى صياغة قرار بشأن الوزارة الصغيرة. وبحسب يديعوت أحرنوت، فإن العجز في ميزانية الدولة سيصل إلى 111 مليار شيكل، أي ما يعادل 30.2 مليار دولار، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانية 20. ويسعى طاقم مقرب من نتنياهو إلى صياغة قرار بشأن الوزارة الصغيرة. وبحسب يديعوت أحرنوت، فإن العجز في ميزانية الدولة سيصل إلى 111 مليار شيكل، أي ما يعادل 30.2 مليار دولار، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانيات ورفع ضرائب بمبلغ 67 مليار شيكل، بما يساوي 18 مليار دولار تقريبا. لا عوصرين עד שמנצחים. אסור לעצור את המלחמה עד שנשלים את כל יעדיה. חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אני אומר זאת הן לאויבינו והן לידידינו. זאת האחריות שלנו וזאת המחויבות של כולנו. צריך להניח בצד כל שיקול אחר ולהמשיך יחד עד לניצחון. أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقا في مدينة نيويورك، وذلك لمطالبة إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. هذا وألقت الشرطة القبض على المئات من المحتجين وأعادت فتح الطرق. وذكرت وسائل الإعلام أن عشرات المتظاهرين جلسوا عند مداخل جسور بروكلين ومنهاتن وويليامزبرغ فوق نهر إيست ريفر، وكذلك عند نفق هولاند الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرسي مرورا بنهر هيدسون. وصرح متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك أنها ألقت القبض على 325 متظاهرا وفتحت جميع الطرق. وفي دعم فلسطين، استقبل ميناء سفاجة 185 طن بطاطين وملابس على متن 6 شاحنات قادمة من الكويت عبر ميناء ضبة السعودي على الباخرة الحرية 1. وتسلم الهلال الأحمر المصري المساعدات استعدادا لتسليمها لأهالي غزة. وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر سرعة إنهاء خروج الشاحنات من الميناء.
يواصل معبر رفح المصري استقبال شاحنات المساعدات التي تتدفق للدخول إلى قطاع غزة، حيث شهد المعبر اليوم دخول أكثر من 250 شاحنة متجهين لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لدخولها للجانب الفلسطيني، بالإضافة لدخول لاستقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. هذا ويشهد المعبر اليوم زيارة تفقدية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للاطلاع على الجهود المصرية المبذولة في إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. مراسل التلفزيون المصري محمود جميل يطلعنا على التفاصيل. نحييكم من أمام معبر رفح المصري الذي لازال تتدفق من خلاله دخول الشاحنات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لكن أبرز ما يتم اليوم أمام المعبر هو بالطبع يعني وصول وزيرة الخارجية الألمانية التي وصلت بالفعل إلى مطار العريش. هذه الزيارة هي زيارة هامة لأنها تأتي بالتزامن مع زيارات عديدة تتم في المنطقة على الأقل في هذا الوقت لدخول أكبر عدد من الشاحنات والمساعدات، هذا بالإضافة إلى أن ألمانيا قدمت عدد من المساعدات الإنسانية من خلال مصر في الماضي. نتحدث عن طائرتين وصلتا بالفعل لمطار العريش في الفترة الماضية بها عدد من الأطنان والمستلزمات والمواد الغذائية، بالإضافة إلى طائرتين وصلتا بالفعل، طائرة منهم أمس من الصليب الأحمر الألماني على متنها 29 طن من المستلزمات والمواد الغذائية، وأول أمس كان أيضا يعني طائرة بها من الصليب الأحمر الألماني على متنها 30 طن من الخيام والمساعدات المختلفة. إذا ما تحدثنا أيضا بجانب هذه الزيارة الهامة، حركة المعبر اليوم من حيث دخول الشاحنات، نتحدث عن 120 شاحنة دخلوا بالفعل من منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 152 شاحنة دخلوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. نتحدث أيضا من ضمن هذه الشاحنات، تتحدث عن 12 شاحنة موجهة إلى مستلزمات طبية إلى مستشفى الإماراتي الميداني، ثم 4 شاحنات إلى الخيم الموجودة أو المخيم الإغاثي الموجود في محافظة خان يونس والذي تقيمه جمعية الهلال الأحمر المصري مع نظيرتها الفلسطينية بناء على توجيهات القيادة السياسية. وفي هذا الأمر أيضا تم زيادة 100 خيمة جديدة وأيضا استقبال 90 أسرة جديدة، وتم تقديم 2000 سلعة غذائية محملة بعدد من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة أيضا إلى أن الشاحنات التي أفرغت حمولتها تخرج الآن من خلال معبر رفح بعد أن قدمت كل المساعدات المختلفة، بالإضافة إلى أننا تابعنا أيضا حتى الآن خروج 3 سيارات إسعاف محملين ب3 حالات من المصابين والجرحى الذين أتوا حتى هذه اللحظة متوجهين إلى المستشفيات المخصصة لهم سواء في محافظة شمال سيناء أو حتى في القاهرة. فإذا نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة مستمرة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين والتنسيق المستمر في استقبال الزيارات والوفود لإطلاعهم على حجم المساعدات والشاحنات الموجودة، وأيضا أن يكون هناك صوت لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة لتلبية احتياجات أهالي القطاع هناك. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، عودة إليكم مرة أخرى. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن قوات الدعم السريع أحرقت برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم بالكامل. وأشارت القوات المسلحة السودانية في بيان إلى توسيع نطاق انتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الدولي الإنساني ليشمل كل أنواع جرائم الحرب ضد المدنيين والأعيان المدنية.
أفادت وزارة النقل الإسرائيلية أنها تحاول استيضاح قرار شركة الشحن الصينية كوسكو بشأن ما تردد عن وقف الشحن إلى إسرائيل. كانت خطوط الملاحة في البحر الأحمر قد تعطلت بسبب الهجمات التي تنفذها قوات الحوثي ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وانخفض النشاط في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر انخفاضا كبيرا منذ بدء هجمات قوات الحوثي. أعلنت الحكومة الكوبية أن سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 500% اعتبارا من الأول من فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية. تبدأ كوبا في الأول من فبراير تطبيق أسعار جديدة لمشتقات البنزين. قد يبدو الخبر عاديا، ولكن الزيادة التي أقرتها الحكومة الكوبية صدمت سكان الجزيرة، وأقرت السلطات زيادة 5 أضعاف الأسعار الحالية ليرتفع سعر البنزين العادي من 25 بيزو كوبي إلى 132 بيزو، بارتفاع نسبته 528%، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتعين على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة. الحكومة الكوبية تقول إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تدابير اقتصادية لخفض العجز بالميزانية، ووفقا للبيانات الرسمية فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام الماضي انكماشا بنسبة 2%، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30%. وفي إطار الزيادات، قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء ستزيد اعتبارا من مارس، وذلك بنسبة 25% لكبار المستهلكين في المناطق السكنية. كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز. الاقتصاد الكوبي عانى نتاج تداعيات جائحة كورونا وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية، فضلا عن تشوهات هيكلية بالاقتصاد. عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير التعليم جابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها. بهذا يصبح أتال البالغ من العمر 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا. جاء اختيار أتال في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إعطاء دفعة جديدة لولايته الثانية مع بداية العام الجديد، خاصة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو القادم، وقبل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط بعيد الميلاد المجيد. كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم عن تمنياته بعام يحمل بشائر الخير والأمل في مستقبل أفضل للجميع. عشنا جميعا احتفالات مصر والعالم بذكرى عيد الميلاد المجيد، أعادها الله على مصرنا الحبيبة وعلى شعوب العالم يجمع بالسلام والمحبة والإخاء. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعا بخالص التهاني وأطيب الأمنيات
لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولإخواننا الأقباط شركاء هذا الوطن، متمنين لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما يحمل بشائر الخير والأمل في مستقبل أفضل للجميع، وأن يديم علينا نعمة الأخوة والتكاتف والتلاحم الوطني بين نسيج أبناء الوطن مسلميه وأقباطه في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة شرم الشيخ، وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقا لتوجيهات الدولة في هذا الإطار بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني. وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية، وبتكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو، والذي رصد إهدار مئات المليارات من الدولارات بسبب الكوارث وما تخلفه على المحاصيل والإنتاج الحيواني، مما يقوض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة وسبل عيش المزارعين. أوضح التقرير أيضا أنه يجب أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورا مركزيا في توفير الحلول لتغير المناخ. وحدد تقرير الفاو سلسلة من الإجراءات للتخفيف من تأثير الخسائر والأضرار في أنظمة الأغذية الزراعية، داعيا إلى التعاون الدولي وشراكات أقوى وتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ واعتماد نهج التعافي القائم على إعادة البناء بشكل أفضل. أبرمت الهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة وشركة استثمار مصر للتنمية ومجموعة مكسيم الاستثمارية عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة. ستقوم مجموعة مكسيم وفقا للعقد للمنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمركز الصف وبتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر، هو منتجع نايا الصحي الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، تنفيذا لخطة الدولة في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي. شهد القطاع الصحي بمصر تطورا كبيرا في عام 2023 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا وانطلقت العديد من الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية الداعمة لهذا القطاع الهام. تطور كبير شهده القطاع الصحي في مصر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين على أعلى مستوى. عام 2023 شهد إطلاق العديد من الخدمات التي جاءت في إطار المبادرات الرئاسية الداعمة لهذا القطاع ذي الأهمية الكبيرة في حياة المصريين. الدولة نجحت في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية التي ترتقي بصحة المواطن. وتحت شعار 100 مليون صحة خلال الربع الأول من عام 2023 تم توفير الرعاية الصحية ل 11 مليون و 500 ألف مستفيد، وارتفع معدل أداء المبادرة الصحية بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وتتضمن المبادرات مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ومنع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والكشف المبكر عن فيروس سي. المبادرة تشمل كذلك العناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأنيميا بالإضافة إلى السمنة والتقزم، كما تشمل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة بالحضانات.
ودعم صحة المرأة وفحص المقبلين على الزواج وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الكبد. وبملف العلاج على نفقة الدولة، اتخذت الدولة إجراءات من شأنها تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تم خلال عام 2023 ميكنة جميع مكاتب الصحة في 27 محافظة بإجمالي 4667 مكتباً، وأصبحت مصر واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة. كما تم إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة لرفع العبء عن المواطنين وبخاصة غير القادرين منهم. وحققت مصر العديد من الإنجازات في مكافحة مرض الالتهاب السحائي وفق استراتيجية فعالة لتحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية. وحتى الآن تم تقديم 54,806,004 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في 25 من يونيو الماضي في جميع محافظات الجمهورية. وشهد عام 2023 حدثاً هاماً جداً وهو القضاء على فيروس سي، حيث سلمت منظمة الصحة العالمية مصر شهادة بخلوها من فيروس سي كأول دولة في العالم قضت وهزمت فيروس سي، وتحصل على جائزة جولدن تير من المنظمة، إشادات دولية تلقتها مصر بوصفها نموذجاً يحتذى به تحت رعاية القيادة السياسية بفضل المبادرات الرئاسية التي تمكنت من توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة. نتحول إلى حياة كريمة، وفي إطار هذه المبادرة الرئاسية وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تم تنظيم قافلة بقرية أم حبيب والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية. ووقعت القافلة الطبية الكشف على 800 مواطن في أولى أيامها، وتضمنت 11 تخصصا طبيا، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة وعيادة للأسنان والأشعة وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكري ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا من الأدوية، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا وغيرها من الخدمات. القاعة
القافلة تحتوي على معظم التخصصات الطبية: أسنان، البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، الرمد، العظام، بوجود معمل دم، معمل الطفيليات، بوجود جهاز أشعة، أخصائي عظام، وجود صيدلية تحتوي على 100 صنف الصرف العلاج بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية بالمجمع الطبي تحت إدارة التأمين الصحي الشامل. جينا اليوم قرية أم حبيب في القصاصين، في مدينة القصاصين، عشان نقدم قافلة طبية كاملة متكاملة فيها كل التخصصات، وشاملة كمان معمل التحليل ومعمل الأشعة وصيدلية كاملة لصرف كافة الأدوية المطلوبة. شهدت قرية أم الرضا الجديدة في دمياط إطلاق قافلة طبية شاملة، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء تحاليل معملية وأشعة. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوع من الأدوية. القرية هنا بتتبع مركز كفر البطيخ ومستهدفة من القوافل العلاجية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل. قبل ما بننزل القرية بنراجع الخريطة الصحية الخاصة بالمكان والاحتياجات الصحية، فبنراجع آخر قافلة تمت في القرية هنا، وبنشوف من خلال مركز المعلومات بنشوف آخر بيان إحصائي تم في القرية هنا. طبعا ساعتها بنقدر نوفر العيادات الطبية المتخصصة والمتنقلة في القافلة اللي مطلوبة واللي بيبقى عليها ترددات كبيرة، وكمان بنراجع التخصصات الطبية اللي هنقدر نوفرها. بنشوف الفريق الطبي اللي هيبقى مشارك معانا في القافلة من أطباء أخصائيين أو استشاريين، تمريض، صيادلة، إداريين، فنيين، كل ده بنوفره قبل القافلة بوقت كافي. أنا جيت كشفت الأشعة والتحليل، كل حاجة دي متوفرة الحمد لله، وبشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل العاملين بمؤسسة الدولة على هذا الاحترام المتبادل وهذه المعاملة الطيبة. واحنا بقالنا 6 شهور، ديت رابع مرة يجي فيها قافلة هنا، بسم الله ما شاء الله. عندنا قرية أم رضا القديمة وقرية أم رضا الجديدة، جت حوالي من 4-5 مرات هنا. القافلة الطبية هنا بتجيلنا بالأدوية بالتخصصات بكل الحاجات دي، فاحنا بنستفاد بها. فاحنا بجد بنشكر قائمين على القافلة الطبية، بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير مثل هذه القوافل لنا. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 64 لوضع حجر الأساس للسد العالي. ويعد المشروع العملاق أعظم مشروع هندسي في القرن 20، حيث حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى 10 سنوات. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. شكري يجدد دعوة مصر لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، ويقول إن استمرار الاحتلال السبب الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة. بلينكن يلتقي قادة دولة الاحتلال ويتحدث عن فرصة حقيقية لإسرائيل للاندماج في الشرق الأوسط بعد تخطي المرحلة الصعبة الراهنة. وإسرائيل تواصل قصفها العنيف والمكثف على خان يونس ورفح، وحزب الله يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال.
وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، نقدر متابعتكم، إلى اللقاء.